السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد يا إخواني والله مش بيكم، باللي ما جوش النهاردة. لأن اللي جم النهاردة غالبا فطرين النهاردة، صح ولا لأ؟ واللي ما جوش النهاردة غالبا صايمين النهاردة. فأنا سعيد باللي ما جوش النهاردة، أول مرة في حياتي أفرح باللي ما جاش أكتر من اللي جه، وإن كان ظني فيكم يعني إن شاء الله بإذن الله إنكم أفطرتوا ما بين الأذان والإقامة، وبإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، اللهم آمين يا رب. يعني إحنا خارجين من ليلة إمبارح، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، كنا بنقول إيه بقى؟ أنا نسيت كنت بقول إيه. أنا قلت إن أنا سعيد باللي ما جوش أكتر من اللي جم النهاردة، وسعيد بيكم طبعًا يعني، بس مش فاكر أنا كنت هقول إيه. المهم يا إخواني في الله، يعني إن شاء الله لما حد يفتكر أنا كنت بقول إيه؟ إمبارح، أيوة اللهم لك الحمد. إمبارح كانت ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة مغفرة سنوية. في ناس مننا خارجين من ليلة النصف من شعبان يا إخواني صفحة بيضة. يعني في اخوة واخوات في المسجد دلوقتي صفحة بيضة، لو صحيفته رفعت في اي وقت في شعبان الوقت باذن الله سبحانه وتعالى صحيفته بلا ذنوب، ربنا غفر له ذنوبه كلها. وفي ناس لم يغفر لها امبارح، ذنوبها ما اتغفرتش امبارح. يا ترى انت من مين منهم؟ يا ترى عدى عليك كم نصف من شعبان من يوم ما بلغت لحد دلوقتي؟ 10 20 ليلة نصف من شعبان؟ يا ترى انت حالك مع ذنوبك لحد دلوقتي ايه؟ يا اخوانا احنا بتجيلنا الفرص لحد عندنا ما بنعرفش نستثمرها، بتجيلنا الفرص لحد عندنا على طبق من فضة، ولكن للأسف الشديد يا ترى كم واحد فينا غفر ليه وكم واحد فينا ما غفرش ليه؟ ربنا يحفظنا يا رب. كلمة صعبة قوي 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 يعني ما سمعتها امبارح في اول الليلة من احد اخواني، لما قال هتبقى مصيبة لو الليلة دي خلصت واحنا ما اتغفرش لينا. حسيت انها تبقى مصيبة، بس حسيت ان انا مش عارف اعمل ايه. من يومين وانا نايم شفت رؤية كده، ان انا قاعد اشوف صور الاموات بتوع عيلتنا، قاعد اشوف يعني زي معرض كبير كده وكل صور الاموات بتوع العيلة بتوعنا. فانا داخل المعرض بتاع الصور بتاعت اموات عيلتنا، متوقع ان انا اشوف فلانة فلانة متوقع ان انا اشوف الناس اللي ماتوا في حياتي، فما لقيتش الناس اللي ماتوا في حياتي، ولقيت صورة حد معرفوش خالص. انا جوه الرؤية كل تفكيري ان الناس اللي انا عارفهم كلهم ماتوا، وجم ناس تانيين انا معرفش منهم حد، وان الاجيال من العيلة الواحدة بتموت ويجي اجيال تانية ما تعرفش اي حاجة عن نفس العيلة بتاعتها، وتموت وتيجي اجيال تالتة. الصورة اللي انا شفتها في الرؤية كان صورة شاب، ويمكن كان يوم فرح او حاجة زي كده، انا مش مدرك. انما انا صاحي من النوم يا اخواني حاسس فعلا بقول الشاعر: تلاشوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الاثر، ولا عاد لهم اثر، اجيال ورا اجيال ولا حد عارف حاجة عن الاجيال اللي قبله. الدنيا قصيرة جدا يا اخوانا، واحنا في مواسم خطيرة جدا يا جماعة. خلاص احنا الوقت في 15 يوم بتوع شعبان بتوع رفع الصحيفة. الليلة ليلة النصف من شعبان عدت خلاص، ليلة المغفرة، ليلة يعرض فيها قلبك على الله. الله اعلم لما عرض قلبك على الله امبارح، الله اعلم ربنا قبل قلبك ولا ما قبلوش، الله اعلم ربنا غفر لك ولا ربنا لم يغفر لاحد منا والعياذ بالله. الله اعلم مين فينا الوقت صفحه بيضه ومين فينا محتاج انه يجتهد في الاستغفار قبل ما الصحيفه تترفع. ودخلنا في ال 15 يوم بتوع رفع الصحيفه الى الله. الصحيفه هتترفع امتى؟ محدش عارف. ممكن تكون هتترفع الليله، ممكن تكون اترفعت النهارده الصبح، ممكن تكون هتترفع بكره، ممكن تكون هتترفع الاسبوع اللي جاي،
ممكن تكون هتترفع الجمعة اللي بعد الجاية قدامك 15 يوم. المفروض قلبك يبقى في قمة الحذر فيهم، لأن في أي لحظة الصحيفة ترفع في أي ساعة من ليلة أو نهار ال 15 يوم بتوع شعبان اللي بعد ليلة النصف من شعبان، صحيفة أعمال 365 يوم من عمرك، 365 يوم من حياتك، من اللحظة اللي اترفعت فيها صحيفة شعبان السنة اللي فاتت لحد اللحظة اللي هتترفع فيها صحيفة شعبان السنة دي، هيرفع هذه الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. أخبرنا إيه مع ربنا يا جماعة؟ وأنا بسمع قول الله سبحانه وتعالى في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، لو أنا بفكر بدماغي كنت أقول إن ربنا هيقول إياك نستعين وإياك نعبد. إياك نستعين الأول، لأن هعبدك إزاي من غير ما تعيني يا رب؟ هعبدك إزاي من غير معونة؟ عني ونعبدك. فربنا قال لك لا، إياك نعبد الأول، أعبدني ونعينك. قدم خطوة، قدم شبر، قدم برهان إنك أنت عايز ربنا، قدمي برهان إنك أنت عايزة توصلي لربنا سبحانه وتعالى. أعبدني ونعينك، قدم الخطوة الأولى. افتكرت قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. فانسلخ هو خرج من بيئة الدين، من بيئة الإيمان، من بيئة الأخوة، من بيئة الحماية، خرج برجليه. أول ما خرج برجليه خطوة فانسلخ. خدوا بالكم يا جماعة، الراجل ده خرج من الباب خطوة واحدة، الراجل ده خرج من بيئة الإيمان خطوة واحدة، الراجل ده خرج من بين إخوانه خطوة واحدة، الراجل ده في أول خطوة برة فأتبعه الشيطان. انتوا عارفين زي غزالة بتبص كده برة بس المكان بتاعها، بتبص برقبتها كده اتنهشت في ثانية واحدة. فأتبعه الشيطان، الشيطان واقف برة ففورا أتبعه الشيطان. هي خطوة، خطوة إياك نعبد، بعدها إياك نستعين، بعدها المدد هينزل عليك من ربنا، وخطوة فانسلخ منها بعدها فأتبعه الشيطان. خطوة تجاه الخير هي اللي بينك وبين إن ربنا يفتح عليك، وخطوة تجاه الشر هي اللي بينك وبين إنك أنت تضيع. هي خطوة يا جماعة، طريق الخير خطوة وطريق الضياع خطوة. إياك نعبد، أنا يا رب هجاهد، أنا هقدم الخطوة الأولى يا رب، أنا هقرب يا رب عشان أخد وإياك نستعين. بعدها لقيت الآية بتقول: اهدنا الصراط المستقيم. ما فوقتش ليه غير في الركعة التانية، الركعة الأولانية إياك نعبد وإياك نستعين، يا الركعة التانية قال له ده ربنا بيقول اهدنا الصراط المستقيم. ده الشاب اللي وقع في الزنا بيقول معانا اهدنا الصراط المستقيم، والشاب اللي قايم الليل بقاله سنة ما بينامش بيقول اهدنا الصراط المستقيم، وسيدنا محمد لما كان بيصلي كان بيقول اهدنا. يعني اهدنا ديت مش للغير الملتزمين، اهدنا الصراط المستقيم مش للي مليانين معاصي، اهدنا الصراط المستقيم دي انت هتقولها وانت اول يوم تدخل الجامع، وهتقولها وانت بقالك 20 سنة بتعبد ربنا، وهتقولها وانت مقطع سجاجيد الصلاة للعبادة. الشهيد قالها، والصديق قالها، والنبي عليه الصلاة والسلام قالها. مفيش لحظة هتيجي في حياتك ما انتش محتاج فيها هداية ربنا، مفيش لحظة هتيجي في حياتك هتستغنى فيها انك عايز تقرب من ربنا. اهدنا الصراط المستقيم كمان يا رب، كمان يا رب. تقف في صلاة الظهر اهدنا الصراط المستقيم، ربنا فتح عليك وفتح لك باب من ابواب رحمته بعد الظهر. تقف العصر اهدنا الصراط المستقيم، عايز ايه تاني يا رب؟ كمان يا رب. ما حدش بيشبع من طريقك يا رب، ما حدش بيشبع من فتحك يا رب. المؤمن عنده طموح ايماني لا يتوقف ولا يشبع شيء ولا يوجد مقام ايماني. المؤمن الصادق لما بيوصل ليه بيقول خلاص ما عدتش اقول اهدنا لان انا وصلت للي انا عايزه. مفيش لاخر صلاة صلاها محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان بيقول اهدنا الصراط المستقيم كمان يا رب. محدش بيشبع من القرب منك، محدش بيشبع من مقامات الإيمان يا رب. اهدنا الصراط المستقيم، أنا يا رب مش عايز أي هداية، أنا عايز صراط الذين أنعمت عليهم، أنا عايز الأنبياء والصدقين والشهداء والأولياء، أنا عايز يا رب، أنا عايز مش أي هداية. وانت قاعد تحلق فوق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انا خايف يا رب ان انا ارتد قبل ما اموت، انا خايف اموت يهودي ولا نصراني، انا 17 مرة في اليوم بدع ربنا ان انا ما اموتش يهودي ولا نصراني. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، زي ما انت بتقولها
سيدنا محمد كان بيقولها زي ما انت بتقولها ابو بكر وعمر كانوا بيقولوها. مفيش حد ما هوش مفتقر ان ربنا يحفظه لحد ما يلقى الله. مفيش اخوانا، القلوب دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، وفي الآخر بتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يعني يا رب استجب، يا رب انت صادق، انت فعلا عايز الهداية. ابن تيمية بيقول اهدنا الصراط المستقيم، في ناس بقوا من أولياء الله الصالحين بسبب الآية دي، بسبب تضرع قلوبهم في طلب الهداية من الله وهم بيقولوا اهدنا الصراط المستقيم. انت فعلا عايز الهداية، انت فعلا صادق، انت فعلا صادق انك عايز ربنا سبحانه وتعالى. لو انت مكان، انت صادق انك عايز تنصر دين ربنا، انت صادق انك عايز ترضي ربنا. لو انت مكان طلحة بن عبيد الله، لما النبي عليه الصلاة والسلام كشف في غزوة احد، لما النبي عليه الصلاة والسلام اتكشف في غزوة احد والصحابة يعني خلاص ما عادوش حوالين النبي عليه السلام، وطلحة بن عبيد الله داخل لقى 7 من الانصار مقتولين وهو اللي هيبقى منه ل3000 مشرك. لو انت مكان طلحة كنت دخلت؟ سيدنا طلحة دخل، سيدنا طلحة دخل وقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو انت مكان طلحة كنت دخلت؟ لو انت مكان انس بن النضر لما جه في وسط معركة احد لقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انه مات والصحابة فروا بعضهم وساب المعركة و70 صحابي مقتولين وجثثهم بيمثل بيها ونزل انس بن النضر وقاتل، لو انت مكان انس بن النضر كنت قتلت؟ لو انت مكانه كنت نزلت؟ لو انت مكان حبيب بن زيد لما مسيلمة الكذاب جابه وقال له اتشهد ان محمد رسول الله؟ يقول له اشهد. يقول له اتشهد اني رسول الله؟ يقول له لا اسمع. يقطع حتة من ايديه، حتة من جسمه، لحد ما قتله، لحد ما قتله بالتقطيع البطيء. لو انت مكان حبيب بن زيد كنت ثبت؟ لو انت مكان حبيب بن زيد كنت اصريت انك تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا اخوانا القضية قضية احنا صادقين ولا مش صادقين، احنا فعلا صادقين في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ داخلين على ايام خطيرة جدا، ال15 يوم الاخرى من شعبان، وداخلين على ايام خطيرة جدا جدا، ال29 يوم او ال30 يوم بتوع رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. داخلين على معركة كبيرة وعلى معركة خطيرة، الموضوع عايز ناس مشحونة، عايز ناس فاهمة قيمة السعي في طاعة الله. عشان كده أنا عايز نقف النهاردة يا إخواني مع 3 كلمات جم في القرآن، هما نفس الكلمة ولكن جم في 3 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. عايز نقف مع قول الله إن سعيكم لشتى، عايز نقف مع كلام الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى. خدوا بالكم، ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن نوعين من السعي في كتاب الله، اتكلم عن نوعين من السعي في القرآن. السعي ده المجهود الاجتهاد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. يبقى ده اول نوع من انواع السعي، انك انت تسعى عشان انت تبقى انسان كويس، تسعى عشان انت تتربى، تسعى عشان انت تتبنى، تسعى عشان قلبك ينور بالايمان. يبقى ده اول نوع من انواع السعي، الانسان اللي بيسعى عشان هو يبقى فيه صلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. واما من جاءك يسعى وهو يخشى، صحابي راح يتربى على ايد النبي عليه الصلاة والسلام وراح يتعلم على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني من انواع السعي في القرآن وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يبقى النوع الثاني من السعي في القرآن السعي عشان الدعوة الى الله، السعي عشان الاصلاح، السعي عشان الناس اللي بره الجامع ربنا ينور الله حياتها بنور الدين وبنور الايمان. في واحد بيسعى على الصلاح وواحد بيسعى على الاصلاح، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في سورة الكهف اللي المفروض كلنا قرأناها النهاردة، يقول لك قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الذين ضل سعيهم. يبقى اذا في انسان ضل سعيه في الدنيا. يعني ايه ضل السعي بتاعه في الدنيا؟ اللي مش هيسعى في الصلاح وفي الاصلاح السعي بتاعه ضل بقى بعد كده خلاص. اي سعي بعد انك تسعى عشان قلبك ينور بالايمان او حياة الناس تنور بالدين عشان الصلاح والاصلاح وما ولاهم، بعد كده الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. بنبهر يا جماعة لما اشوف سيدنا موسى وبيكلم فرعون بيقول له من ربكما يا موسى؟ قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه،
الذي أعطى كل شيء خلقه. سيدنا موسى مسك مخلوق في المكان اللي عايش فيه وتدبر فيه، ولقى ان كل مخلوق له خلق غير التاني. فمن كتر الكلمة دي ما يقولهاش غير واحد يعني تدبر فوق ما نتخيل. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لما تدبر في الخلق بالمنظر ده وقف وش فرعون وما خافش. ليه؟ لأنه قلب مشحون بالإيمان، لأنه سعى على دينه، لأنه سعى على الصلاح بتاعه، لأنه سعى على علاقته بربنا. فلما نزل الواقع وقف وش فرعون وما خافش. ليه؟ سيدنا إبراهيم وقف وش النمرود، بيقول له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. سيدنا إبراهيم تدبر في الشمس وفي الكون وفي القمر وفي الكواكب وفي كل حاجة، فمن التدبر في الخلق دخل على النمرود وقف وش النمرود وما خافش. ليه؟ لأنه لما سعى على دينه بعد كده لما نزل الواقع شوف عمل ايه. سيدنا داود كان يسبح من الفجر الى الغروب يسبح الله. سيدنا داود وقف قدام قتله وما خافش. ليه يا اخوانا؟ يعني ايه انك انت تسعى على دينك؟ يعني ايه انك انت تسعى على صلتك بربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ايه انك انت تسعى على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى اذا احنا الليلة عايزين نتكلم عن نوعين من انواع السعي المحمود، وعن السعي اللي يودي في داهية، وعن السعي اللي ممكن يضيعنا. عايزين نتعلم السعي قبل رمضان يا جماعة، عايزين نتعلم علو الهمة في دين ربنا. الواحد بينبهر لما يشوف ربنا اتكلم عن ناس سعت عشان دين ربنا ينتصر قد ايه، ويبص الوقت للناس، ويبص الوقت للي بيقول على نفسه ملتزم، ويبص الوقت للي بتقول على نفسها ملتزمة، وهم مع اول موقف اول فتنة اول مشكلة مستعد انه يشيل دقنه يرميها في الزبالة عند اول حلاق على الطريق، اول ما يحصل له مشكلة على الطريق بس، ولا حد يسأله سؤال، ولا يجيله وظيفة ب800 جنيه في الشهر بس مش عايزين شوية البتاع اللي طالعين في وشك ده، ولا مستعد انه يشيل دقنه دي يرميها في الزبالة عشان يشوف مصلحة الدنيا بتاعته من غير ما يحصل له مشاكل. لما الواحد بيسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، آخذ ده صيغة استمرار، ده صيغة استمرار في الفعل. الراجل ده عايش حياته عشان يجاهد في سبيل الله. الراجل ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك حاجتين، تعس وطوبة. طوبة دي من الحياة الطيبة، طوبة دي من الطيب، طوبة ديت من معاني الطيب في الحياة. يبقى في انسان عايش في تعاسة الرسول دعا عليه يتعس، وفي انسان الرسول دعا له بالسعادة، بسعادة الدنيا والاخرة. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. تعس. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللي مشغول بالدنيا ده، اللي بيعبد الجنيه ده، اللي مشغول بدنيته ده، انما التاني طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه. انسان مشغول بربنا، انسان مشغول بدين ربنا. الرسول دعا لده بالتعاسة ودعا لده بالسعادة، اخذ بعنان فرسه. انسان بيضحي. لما بقرأ قول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين، ليه ربنا جاب الفقراء قبل المهاجرين؟ وليه كلام الفقير ده؟ المهاجرين يا جماعة ما كانوش فقراء، المهاجرين ضحوا بمالهم كله عشان ربنا. المهاجرين صهيب الرومي اتخذ ماله عشان ربنا. عبد الله بن جحش استولي على البيت بتاعه لما هاجر في سبيل الله. المهاجرين يا جماعة ما كانوش فقراء، انما ده واحد ضحى بماله عشان ربنا. وبعد كده الفقراء الايه؟ المهاجرين، وضحى بوطنه عشان ربنا سبحانه وتعالى. سلسلة من التضحيات. ناس ما بتبطلش تضحية، ناس ما بتبطلش عطاء للدين. عشان كده تفهم قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله. كان ممكن ربنا يقول ومن يهاجر الى الله، انما ليه ومن يخرج من بيته؟ انك انت اتحرك، سيب المكان اللي انت قاعد فيه ده، اتحرك، اخرج، اتحرك عشان دينك، اتحرك عشان نصر دينك. اللفظ نفسه مقصود، ومن يخرج من بيته. لازم القيود اللي شدك للدنيا دي تتكسر، لازم ما عدتش تبقى مستعبد لحاجة من الدنيا، لازم ما عدش يبقى بيستعبدك ارتباط بحاجة في الدنيا.
تقدر انك انت تخرج ساعتها مهاجرا الى الله. ومن يخرج من بيته انسان يقدر يسيب بيته عشان ربنا. عشان كده ربنا بيقول ومساكن طيبة، يعني شوفوا وضحها بايه في الدنيا وياخد ايه في الاخرة. لما بسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف اعلى اهل الجنة، ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. انسان عنده احتياجات في الدنيا، انسان عنده مشاكل في الدنيا، ولكن كان انشغاله بدين ربنا فوق انشغاله باي دنيا، في النهاية لقى نفسه اول من يدخل الجنة من خلق الله. يا اخوانا، في ناس اتشغلت بدنيتها وفي ناس اتشغلت بدينها. اللي اتشغل بدينه ده ربنا اداله ايه؟ اللي اتشغل بدينه ده ربنا عمل له ايه؟ لما اقرأ في سورة الانسان قول الله سبحانه وتعالى ان الابرار، شوف بقى ربنا بيقولك الانسان اللي ساب عشان ربنا، الانسان اللي تعب عشان ربنا. عشان تعرف اللي اخذ بعنان فرسه ده خد ايه؟ اللي يموت احدهم حاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء ده خد ايه؟ الفقراء المهاجرين، من يخرج من بيته. عشان تعرف اللي تعب عشان الدين خد ايه؟ اللي تعب عشان دين ربنا. لما بشوف سيدنا يوسف وربنا بيقول في القرآن قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. ما هو آثر ربنا على امرأة العزيز، وآثر ربنا على نسوة علية القوم في مصر، وآثر ربنا على حرية وحياة القصور وحياة الحرير، وآثر ربنا على انه شاب يشوف جوازه ويشوف حياته ويسكت ويخليه جنب الحيطة وخلاص، وآثر ربنا على انه بعد ما قعد على كرسي عزيز مصر يشوف دنيته وخلاص، وآثر ربنا. انسان آثر ربنا على كل حاجة، فربنا آثره على كل حاجة. لما بشوف سيدنا ابراهيم في سورة الانعام هو بيتدبر في الكوكب وبيتدبر في الشمس وبيتدبر في القمر، جن عليه جن عليه الليل، لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام. وبعد كده ربنا بيقول بعدها نرفع درجات من نشاء. هم دول اللي ربنا بيرفعهم، هم دول اللي نرفع درجات بالتنكير. انت عارف الدعاء الدعوة اللي في امهات يدعى لولادها ربنا يا ابني يرفعك لحد ما الدنيا تستعجب، اهي دي نرفع درجات من نشاء. مين اللي ربنا بيرفعه؟ اللي تعب عشان ربنا، اللي ضحى عشان ربنا سبحانه وتعالى. وانا يعني جاي من الصلاة انا قاعد استشعر، يعني سبحان الله العظيم، يعني مرة احد اخواني كان شاف رؤية كده، فكان شاف فيها زي يعني زي عظمة كده حواليها لحمة، يعني اللي بيسموها زي الفخده او حاجه زي كده، ولكن اللحمه دي منهوشه، يعني ناس كتير واكله منها، فمين اللي يرضى يبص لها؟ يعني حاجه 100 واحد كل منها قبلك، لما حد هيرضى يقدمها لك مين اللي هيرضى ياخدها؟ انا الصوره اللي مسيطره على ذهني يا جماعه وانا داخل ادي الدرس، احنا عاملين زي العظمه دي، احنا عاملين زي دي، احنا جايين لربنا المسجد وقلبنا عامل زي العظمه اللي 100 حاجة نهشت اللي حواليها، الدنيا نهشت حتة من قلبك، والشهوات نهشة حتة من قلبك، والشبهات نهشة حتة من قلبك، والمشاغل نهشة حتة من قلبك، وبيتك ودنيتك ورغباتك، انت جاي بقلب منهوش بتحطه من ايدين ربنا في الصلاة وبتقول ربنا تقبل منا. انت لو حد قدم لك القلب ده هتقبله؟ انت لو حد قدم لك العظمة المنهوشة دي هتقبلها؟ انت ليه ما انتش واخد بالك ان احنا يا جماعة قلبنا بالمنظر ده ما يتقبلش يا جماعة الا ان يمن علينا الله سبحانه وتعالى؟ ما حدش واخد باله من كده ليه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، بيقول لك في اللي تعب عشان ربنا، بيقول لك في اللي ضحى عشان ربنا، ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجه. وخد بالك كلمة كاس ديت، كلمة كاس دي مرتبطة بالخمر، كلمة كاس دي في الدنيا غير كوباية مثلا، يعني يطاف عليهم بصحافة من ذهب وايه واكواب، يعني كلمة كوباية في الدنيا مرتبطة بالعصير مثلا، انما كلمة كاس مرتبطة بالخمور في الدنيا، مرتبطة باكتر حاجة الناس او العصاة بيحبوا يتلذذوا بيها بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله
يفجرونها تفجيرا. لما اقرأ الآية ديت بفتكر شلة شباب واقفين على شط البحر في مارينا ولا في فيصن دباي ولا في أي قرية سياحية ولا على شاطئ شرم، وقاعدين فرحانين بالدنيا وفرحانين بالشهوة وفرحانين بالمتعة. بقول سبحان الله اللي ربنا اداهم المنتجعات السياحية بتاعت الفردوس الأعلى، اللي ربنا اداهم المنتجعات السياحية ديت عينا فيها تسمى سلسبيلة دي، اللي ربنا اداهم هيسن دباي بتاع جنات عدن، اللي ربنا اداهم مارينا وشرم بتاعت الفردوس الأعلى، اللي ربنا اداهم جولف بورتو بتاعت الظلال الوارفة بتاعت الغرف اللي سقفها عرش الرحمن، اللي ربنا اداهم النعيم ده يقينا في الدنيا سابوا النعيم الحرام عشان ياخدوا النعيم ده في الآخرة. فبلاقي منظر شباب قاعدين على شط بحر في الجنة، قاعدين في منتجع سياحي في الجنة، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله. يشرب بها يعني ايه؟ عارف انت لما تلاقي في محل دليفري كده والعربيات تيجي عنده تنزل الازاز ويجيبوا الحاجات، المنظر بتاع تجمع الشباب ده عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. منظر البهجة، منظر المتعة، منظر الاثارة، منظر السهرات الساحرة على شواطئ المنتجعات السياحية بتاعت الفردوس الاعلى. ربنا بيقولك ويطعمون الطعام على حبه، يعني هو بيحب الدنيا، يعني هو بيحب الدنيا، ولكن هو بيؤثر الله على الدنيا اللي بيحبها. ربنا بيقول لك فوقاهم الله شر ذلك اليوم، مش فوقوا، فوقاهم الله. شوف الانسان اللي ضحى عشان ربنا، ربنا عمل له ايه؟ شوف كل حاجه بتسيبها عشان ربنا، ربنا هيديك مكانها ايه؟ وكل طاعه بتتعب فيها عشان ربنا، ربنا هيعوضك عن تعبك فيها قد ايه. فوقاهم الله، مش فوقوا الله، ربنا اللي حماهم بنفسه، ربنا اللي اسبل عليهم الحماية بنفسه شر ذلك اليوم. لا لهم دعوة ببعث، ولا لهم دعوة بحشر، ولا لهم دعوة بشمس محشر، ولا لهم دعوة بألسنة لهب بتصعد وتتخطف الناس، ملوش دعوة بالكلام ده خالص. ولقاهم نضرة وسرورا، لقاهم 50,000 سنة نعيم. انت خططت 50 سنة في دنيتك يا اخي، خطط لدار يوم واحد بس منها ب50,000 سنة، انت قاعد تخطط 50 سنة لحد ما اتنهشنا، لحد ما بقى قلبك ده عامل زي الصوب البالي، وجاي تقول له ربنا يا رب يا رب قلبي يا انت. لو شفت منظر قلبك انت هتتفزع، انت لو عرفت حقيقة قلبك انت هتتفزع، انت لو تخيلت قلبك ده بعد كل الدنيا اللي نهشت فيه، بعد ما كل شهوة خدت منه حتة، بعد ما كل شبهة خطفت منه حتة، بعد ما كل فتنة خدت منه حتة، بعد ما كل معصية غرزت فيه وخدت حتة، انت لو تخيلت منظر قلبك بعد كل ده يا اخوانا، الواحد مكسوف انه يقف يصلي بين عينين ربنا بالقلب ده، الواحد مكسوف انه يتكلم عن ربنا بالقلب ده، الواحد مكسوف. انا لو حد جاب لي ده انا مش هقبله لنفسي. انت تقبل نفسك لله ازاي؟ انت ترضى بنفسك دي لله ازاي؟ ربنا يصلحنا يا جماعة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، ولقاهم 50,000 سنة نعيم. يوم القيامة بالنسبة لهم من اول لحظة لاخر لحظة نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طب يا رب الجنة دي فيها كل اصناف النعيم، والحرير ده صنف واحد، يا رب انت جبت كل الاصناف ده ايه في كلمة واحدة اسمها الجنة وجبت الحرير. الناس دي تعبت عشان الدين يا جماعة، فالنهاردة ربنا بينعمها عشان التعب اللي تعبته في الدنيا، جزاء من جنس المشقة اللي لقوها عشان ربنا سبحانه وتعالى. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك. الأريكة ديت الكوشة بتاعت الفرح، الأريكة بتاعت الفرح، عريس كل يوم، فرح كل يوم، ليلة دخلة كل يوم، بناء كل يوم، متكئين فيها على الأرائك. ليه؟ لأنه في الدنيا كان كل يوم بيفرح ربنا،
كان كل يوم بيفرح الإسلام، كان الإسلام في فرح كل يوم بسببه. النهاردة في واحد تاب لربنا بسببه، بكرة في حد التزم لربنا بسببها، بعده في مسكين كفل بسببه، بعده في ملتزم رجع للالتزام بسببه، بعده في عدو كبت بسببه، بعده في منكر أزيل بسببه. إنسان كان كل يوم بيفرح الإسلام، كان كل يوم ربنا بيفرح بسببه. النهاردة ربنا كل يوم بيفرحه، متكئين فيها على الأرائك، كل يوم فرح، كل يوم عريس، لأنه كان كل يوم بيتعب عشان الدين في الدنيا. فالنهاردة كل يوم هيستريح، تعب قد ايه واستريح قد ايه. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم. لما بسمع حرف عليهم ده بحس ان انا قلبي هيسيح جوه صدري كده، مش ودانية ثلالوا، ودانية عليهم. كل حاجة بتحنوا عليهم في الجنة، كل حاجة عايزة تقرب منهم، كل حاجة بتحبهم على قد ما حبوا ربنا سبحانه وتعالى. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت ايه قوارير من فضة قدروها تقديرا. يطاف زي ما طافوا، زي ما تعبوا، زي ما بذلوا. ربنا بيقول لك قدروها تقدير. قدروها ديت لما زوجتك تحسب لك درجة سقوعية المية اللي انت عايز تشربها، مفيش حد بيحصل معاه كده. لما حد يحسب لك درجة السكر اللي انت عايزها في الحاجة الحلوة اللي انت بتاكلها وتشربها، لما حد قدروها. ده يا جماعة اللي هيتقدر، اللي هيقدر الدين ربنا هيقدره في الآخرة. قدروها تقديرا. نعيم ايزو 9002، نعيم بالمواصفات القياسية في كل حاجة، لانه انسان في الدنيا كان عايز دين ايزو 9002، فخد نعيم قدروها تقديرا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه، عينا فيها تسمى ايه، عينا فيها تسمى، يعني ايه عينا فيها تسمى سلسبيلة؟ يعني ايه عينا فيها تسمى سلسبيلة؟ انت عارف لما يقولك في قرية سياحية اسمها كذا، في منتجع سياحي اسمه كذا، في فندق خطير مش عارف في شرم اسمه كذا، في تسمى، ده يا جماعة معناه ان في منتجعات في الجنة لها اسماء بتتميز عن بعضها البعض. انت متخيل منتجعات الفردوس الاعلى دي شكلها ايه؟ انت متخيل القرى السياحية بتاعت جنات عدن دي شكلها ايه؟ انت متخيل الشاليهات بتاع، انت متخيل النعيم اللي انت بتسمع عنه؟ كل ده لمين؟ كل ده للناس اللي تعبت عشان ربنا، كل ده للناس اللي استحملت عشان ربنا، كل ده للناس اللي ضحت عشان ربنا. يا شباب ده نوع من انواع السعي. ده لمين؟ ده للي اخذ بعنان فرسه. ده لمين؟ ده للي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهم خير الناس في الفتن رجل اخذ بعنان فرسه خلف اعداء الله، خلف اعداء الله يخيفهم ويخيفونه. ده لمين؟ ده اللي ربنا قال عليه فوسطنا به جمعا، اللي لما حصل جهاد دخل في قلب جموع الاعداء وخاطر بعمره عشان ينصر دين ربنا وعشان يفتح ثغرة للاسلام وسط جيوش الاعداء. ده لمين يا رب؟ ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهم ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. ده لمين يا رب؟ ده اللي ربنا قال عليهم الذين احصروا في سبيل الله، احتياجات الدنيا حصرتهم وهم ثابتين على الشغل لدين ربنا مهما حصل ما يتنازلش عن دينه ابدا. ده لمين؟ ومن يخرج من بيته مهاجرة، يخرج من بيته يتحرك عشان الدين، يسعى عشان الدين. سيدنا موسى لما قال او اجد على النار هدى، لما قال انا عايز اوصل لربنا في عز الازمة، ربنا قال له انا اخترتك. هم دول اللي ربنا بيختارهم. النوع الثاني من انواع السعي يا جماعة، السعي بتاع واما من جاءك يسعى. يبقى النوع الاولاني جاء من اقصى المدينة رجل يسعى، الانسان اللي بيسعى عشان ينصر دين ربنا وبيضحي. النوع الثاني اما من جاءك يسعى، انتوا فين من ده بقى؟ سعيكوا عشان التربية شكله ايه؟ سعيكوا عشان دينكم شكله ايه؟ سعيك عشان انت تزيد في دينك شكله ايه؟ جاءك يسعى. لما هزيمة احد جات يا جماعة والصحابة راجعين من هزيمة احد، ربنا عالج لهم نفسيتهم بايه؟ ها؟
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب. آخر آل عمران اللي بتتكلم عن هزيمة أحد، ربنا طلعهم السماء، ربنا قال لهم اطلعوا فوق. لما سيدنا محمد في عام الحزن أبو جهل دوقوا الألم، أبو لهب عرضوا للمرار، أمية بن خلف عذبوا، لما المشركين عذبوه وقفلوا الدعوة ربنا قال له اطلع فوق سبع سماوات، اطلع شوف مين هو ربنا، اطلع شوف ملكوت مولاك، وبص من فوق سبع سماوات على ابو جهل وابو لهب، عشان لما تنزل ما عدتش هتتعب التعب اللي كان في عام الحزن. انت عرفت حجم اهل الباطل لما يقولك فلان مسك، فلان راح، فلان طلع، مين كل دول؟ اللي بيبص من فوق ما بيتأثرش يا جماعة، انما اللي بيبص من تحت هو اللي بيتجعز من اهل الباطل. انا عايز اقولك، عايز اقولك ان انت سعيك على دينك هو اللي هيخليك تعرف تنصر الدين بعد كده. في سورة الروم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن الحرب العالمية، الحرب العالمية ما بين الفرس والروم اللي العالم كله هيتأثر اقتصاديا بيها وهيتأثر سياسيا بيها، ربنا بيقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. تحس انك انت يعني كأن الدخلة كده نشرة اخبار في قناة الجزيرة مثلا، غلبت الروم، النهاردة انتصرت قوات الفرس على قوات الروم في معركة عالمية، وتم هذا في أدنى الأرض في اخفض منطقة على وجه الارض ناحية فلسطين عند الاردن. انت قاعد بتسمع بعد كده لا ربنا يقولك ايه، ومن اياته ان خلقكم من تراب. يا رب الحرب العالمية شغالة، يا رب الحرب العالمية شغالة، ده الشباب كاس العالم شغال ما هوش عارف يسمع منك كلمة. يا رب الحرب العالمية مولعة، احنا عايزين كل آية تجيب لنا النهاردة حصل ايه في الاحداث. ومن اياته ان خلقكم من تراب، ومن اياته خلق السماوات والارض، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. هو ايه ده يا رب؟ يا رب الارض مولعة، بص فوق شوف مين ربنا، وبعد كده لما تلبس نظارة الربانية بص على الاحداث، مفيش حاجة تجعزك. لما تلاقي حد ظالم تسلط ولا مسك ما انتش هتخاف، لما تلاقي حد جبار بيطغى على اهل الحق ما انتش هتخاف. ليه؟ لانك انت بتبص من فوق فشايف الكرة الارضية دي من اولها لاخرها حتة ذرة تراب تائهة في الكون في ملكوت الله سبحانه وتعالى. عشان كده اخواني واحبابي في الله، قضية سعيك على دينك شكله ايه، سعيك على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى شكلها ايه، سعيك على ايمانك شكله ايه. سيدنا موسى آية واحدة بس شافها قلبت له حياته، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. سيدنا موسى شاف آية، فلما أفاق قال سبحانك، تعظيم الله، تبت إليك، انكسار النفس، وأنا أول المؤمنين. الاستسلام لله بسبب آية واحدة. السيدة مريم شافت آية واحدة، هزي إليك بجذع النخلة، جعل ربك تحتك سرية، حصل إيه؟ فأتت به قومها تحمله، خدت عيسى ونزلت وسط الدنيا كلها تتحداهم بقدرة الله عشان آية واحدة شافتها. عزير شاف آية واحدة، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. آية واحدة قلبت حياة عزير، آية واحدة قلبت حياة مريم، آية واحدة فجرت طاقات النور من قلب موسى. الإنسان اللي بيسعى على دينه أخواننا، يا أخواننا لما بشوف سيدنا إبراهيم طالع من على جبل، نازل من على جبل عشان يتدبر في خلق الله بعد ما بقى نبي، لما بشوف سيدنا داود قاعد يسبح ربنا من الفجر للمغرب وهو نبي من أنبياء الله وأول من جمع بين النبوة والملك ومؤسس إمبراطورية، إمبراطورية فلسطين، أول واحد حكم في بني إسرائيل وعنده 31 سنة وقاعد يسبح ربنا من الفجر للغروب. إزاي إنك أنت ما تغفلش عن قلبك؟ إزاي إن أنت ما تغفلش عن دينك؟ إزاي إنك أنت تسعى؟ طب اللي لا بيسعى بقى جاءك يسعى، بيسعى في التربية، ولا اللي بيسعى في رجل يسعى بيسعى في الدعوة؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم. في ناس يا جماعة ضل سعيهم، وفي ناس سعيها كله في الدنيا. في ناس غلابة قوي، له بيسعى هنا وله بيسعى هنا.
النوعية المشردة ما بين النوعيتين دول، النوعية اللي سورة الأعراف بتتكلم عنها، نوعية لما تعظون قوما. هو مش وحش، هو شكله من بره كويس وشكله من بره محترم، بس جاي يا عم انتوا تعبين نفسكوا ليه؟ وبتواجهوا الباطل ليه؟ ودعوة ايه؟ ونهي عن منكر ايه؟ لما تعظون قوما؟ الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. اللي يقول الكلمة دي مؤمن ولا مش مؤمن؟ بيقول لك الله مهلكهم، يعني هو بيبص للذنوب اللي بتحصل بره وبيقول لك لا يمكن هيتسكت على اللي بيحصل بره ده، يقينا ربنا هينزل صاعقة او معذبهم، مش ممكن ربنا يسيب الناس دي كده. اللي قال الكلمة دي مؤمن ولا مش مؤمن؟ يقينا ده انسان عنده مفاهيم إيمانية عالية. وفي الاخر ربنا قال كونوا قردة، قال لك اللي عصى واللي قال لما تعظون قوما. الانسان السلبي، النموذج المرعب بتاع اهل الاعراف، بتاع اصحاب الاعراف، اللي لا تعب التعب بتاع الصالحين ولا سعى في الضلال زي الفاسدين المفسدين، جه في الاخر لقى نفسه وصدمته، دول دخلوا الجنة ودول دخلوا النار، ودول واقفين بعد ما 50,000 سنة يوم القيامة خلصهم واقفين في ارض المحشر، لا دخلوا جنة ولا دخلوا نار، لا هم من اهل الجنة ولا هم من اهل النار. يعني ممكن يوم القيامة خلص مثلا بعد 30,000 سنة او 40,000 سنة او 45,000 سنة، ويوم القيامة في اواخره خلاص بقى. هو يوم القيامة 50,000 ليه؟ اذا كان اهل الجنة دخلوا الجنة واهل النار دخلوا النار، ولسه في ناس في ارض المحشر يا رب، دول مين؟ دول اصحاب الاعراف. طب دول هيقعدوا قد ايه؟ دول هيقعدوا لحد ما 50,000 سنة يخلصوا بقى. طب لسه قد ايه؟ الله اعلم. انما دول اللي هيتقفل بهم يوم القيامة. طب دول هيروحوا فين؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اصحاب الاعراف وهم واقفين على جبل الاعراف، قاعدين يبصوا الاول يوم في الجنة ويبصوا الاول ليلة في النار، قاعدين يبصوا الاول غمسة في الجنة ويبصوا الاول غمسة في النار، وهم ما هماش عارفين في الاخر هيدخلوا الجنة ولا يدخلوا النار. قضية في غاية الرعب ان انسان يدخل على الميزان، دول كفت حسناتهم تطب ودول كفت سيئاتهم تطب، ودول لا كفت حسنات ولا كفت سيئات تطب، ان الصحف تتطاير، دول ياخدوها باليمين ودول ياخدوها بالشمال، ودول لا خدوا بيمين ولا بشمال، ان في الحشر يفوج الناس، دول مع الصالحين ودول مع الفاسدين، ودول لا تفوجوا مع دول ولا مع دول، ان الناس لما عرضت على ربنا دول خدوا بطاقة دخول الجنة ودول خدوا صحيفة دخول النار، ودول لا خدوا دي ولا خدوا دي، انت متخيل؟ وفي النهاية دول دخلوا الجنة ودول دخلوا النار، ودول واقفين لا هنا ولا هنا. ليه؟ لانه لا سعى سعي الصالحين، لا سعى جاءك يسعى، انسان جري عشان دينه، رجل يسعى، انسان جري عشان الدعوة الى الله، ولا هو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ولا هو النوعية التانية اللي ضل السعي بتاعه وضاع السعي بتاعه والعياذ بالله، لانه سعى في ضلال. اخواني واحبابي في الله، واحنا داخلين على اخطر 45 يوم، اعتبرهم اخطر 45 يوم في حياتك، اعتبر الايام الجاية دي اخطر 45 يوم في حياتك. انت من مين؟ اي الناس انت؟ انت اللي هتقدم خطوة اياك نعبد عشان ربنا ينزل معانته، ولا انت اللي هتقدم خطوة انسلخ منها عشان الشيطان يفرم اللي هيعمل الحركة ديت في هذه الايام؟ انت مين الوقتي؟ اي الرجلين انت؟ انت مين؟ انت انهي سعي من السعيين الوقتي؟ 15 يوم اللي احنا فيهم دول، في اي لحظة هترفع الاعمال فيهم الى الله؟ في اي لحظة ممكن الاعمال تترفع؟ بكرة او بعد بكرة او بعده بعده. خدوا بالكم يا اخوانا، احنا في ايام رفع صحيفة سنة كاملة لربنا، لازم كل واحد منا يتأهب، لازم تعمل حسابك ان ممكن في ليلة النصف ما يكونش غفر ليك، لازم تعمل حسابك انك لازم تجدد التوبة وتجاهد في تجديد التوبة مع الله قبل رفع الاعمال، لازم تاخد بالك ان رمضان باذن الله سبحانه وتعالى يعني خلاص هي ايام قلائل، ورمضان جاي باذن الله سبحانه وتعالى 30 يوم، 30 يوم ابواب الجنة الثمانية مفتوحة، 30 يوم. النهاردة كنت قاعد يعني ب ب ب بشوف نصوص رمضان والجنة، حسيت ان قلب الانسان اللي يتدبر في علاقة رمضان بالجنة ده مفروض ان قلبه ده يذوب، لما قعدت اشوف رمضان ده
لما ما هو رمضان ده اوكازيون على الجنة، رمضان ده بيوصلك لدرجات شكلها ايه في الجنة، ولكن ده المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى، ده المرة القادمة بإذن الله. احنا الوقت معانا فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، يعني شيخي ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، و يعني طبعا الواحد في غاية الفرح انه يشوف الشيخ أمين، يعني اللهم لك الحمد يا اخواني في الله. الواحد هو طالب، يعني هو طالب في الكلية، يعني كنت اسافر مصر واقعد ادور على بيت الشيخ امين، يعني ما اناش عارف بيته فين. يعني قبل كده مرة وانا ايام الامتحانات وانا طالب سنة خمسة، قلت انا عايز اشوف الشيخ امين الوقت، انا عايز حد يكلمني عن ربنا، انا عايز حد. فافتكرت انه مرة قال لي انه ساكن في شارع فيصل، فانا قاعد كده قلت يا فيصل ده يبقى قد الثانوية، يعني لو قد شارع الثانوية مثلا 100 متر كده، ايه يعني هدور عليه حارة حارة. وقلت انا وقمت راكب، نازل راكب مصر ونازل وقمت قال لهم انا عايز اركب رمسيس، إيه عايز اركب فيصل. ركبت فيصل، فانا راكب فبقول للسواق لو سمحت يا اسطى انا عايز انزل فيصل. فقال لي فيصل مين يا ابني؟ فيصل دي 13 محطة ميكروباص. قلت له يعني ايه 13 محطة ميكروباص؟ قال لي يعني يا ابني من اول الخط لاخره انا كل شغلتي على فيصل بس. قلت له يعني احنا فين الوقت؟ قال لي فيصل. قلت له نزلني. فنزلت فيصل لقيت شارع كبير، حاجة يعني ضخمة جدا، ولقيت طريق ضلمة، فلقيت واحد بيبيع فاكهة، فبقول له لو سمحت يا حاج. قال لي، قلت له الشيخ امين الانصاري ساكن فين؟ فقال لي الشيخ امين الانصاري يا راجل بيوصلي. قال لي يا ابني هو في شارع، قلت له في شارع فيصل. قال لي فيصل مين يا ابني انت بتتكلم؟ فقعدت اسال كده يمين وشمال، وبعد كده في الاخر تبين ليا ان يعني سبحان الله ان يعني كان لازم الواحد يعرف العنوان تفصيلا قبل ما ينزل. رجعت يوميها. بس السفريه دي يا جماعه والسفريات اللي الواحد سافر فيها يدور على دينه زمان، مفيش ولا سفريه ربنا ضيعها، حتى السفريات اللي انت رجعت فيها بلا ثمرة وانت تظن انها بلا ثمرة، مفيش مرة الواحد دور على دينه ودور انه يسافر عشان دينه والواحد ما بيجديش لحد دلوقتي ثمرة السفر ده، ثمرة انه يحاول يتعب عشان ربنا سبحانه وتعالى. تعبوا عشان ربنا يا جماعة، سافروا عشان ربنا يا جماعة، عايزين نحب ربنا يا جماعة، عايزين نجاهد عشان ربنا يا اخوانا، عايزين نجيب اخرنا عشان نسعى في طريق ربنا. يعني مش هحرمكم بقى من لقاء مع الشيخ امين الانصاري باذن الله سبحانه وتعالى، هو بقى حر بقى يكلمنا عن رمضان، يكلمنا عن شعبان، يكلمنا عن اسم الله الشكور، يكلمنا عن يعني ايا ما شاء من الجلسات الايمانيه اللي ربنا نفعنا بيها مع الشيخ امين الانصاري. وبمناسبه مجيء الشيخ امين الانصاري بنقدم له تذكار الدرس، بنقدم له التذكار بتاع الدرس. جزاك الله وردة حبنا. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة دكتور حازم دايما يقول لي موضوع فيصل ده، بس هو الحاجة الوحيدة ما بيكملهاش، هو مرة نزل ولقاني وقت الغداء، ولما خبط بقول له من؟ قال لي حازم بصوته الرقيق اللي انتوا عارفينه. فظننت كل حازم في الدنيا الا حازم شومان. استر عليها شيخ امين. وطبعا ايام الشيخ يعقوب، يعني انتوا عارفين الدروس اليعقوبيه؟ يعني مثلا ايه العزم، هنتسحر النهارده، كله جايب ايه جبنه وفول وطعميه وبتاع، لا عسل اسود واسود قوي ونص رغيف، وبينما انت تاكل عايز تخلص نص الرغيف هتعمل ايه؟ مره واحده يقول لك بس كله يسكت. فالدكتور حازم كان بياكل مره لقيته جايب طعميات كام رغيفين وثلاث طعميات عايش عليهم يومين ثلاثه، كل ما يجوع يقوم ياخد له نص طعميه، الراجل ده تعب. المهم لما لقاني كنا احنا عاملين بطاطس في وسط الجوع الفظيع والفقر المريع اللي كان هو فيه. فجزاه الله خيرا الدكتور حازم تعب وتعبني جدا معاه.
والله الراجل ده حازم تعب والله. وسبحان الله العظيم، بص انا اقول لكم على حاجه بس عشان برضو الشباب. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مفيش حد بيوصل في الدين ده الا اللي ربنا بيوصله. ليه؟ قل ان هدى الله هو بس اللي يعرف يهدي، بقيش الناس ما يعرفوش. هدى امرأة فرعون، خلاها اهدى نساء العالمين، واضل زوجها وهو في بيتها وجعله اضل رجال العالمين، وحفظ موسى داخل بيت فرعون وكان رسول رب العالمين، وهدى نوح واضل ابنه، وهدى لوط واضل زوجته، وهدى رسول الله واضل عمه. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي. ايه عشان كده ما تسمع قل ان هدى الله. جزاك الله خيرا. هو الراجل بيبيع الورد وقاعد على الباب ولا ايه؟ اي لاف يو، اي لاف يو تو. هو النهارده ايه يعني؟ ده بمناسبه كاس العالم ولا النص من شعبان؟ المهم يا اخواني، الاذان امتى دلوقتي حالا؟ السلام عليكم ورحمه الله. فدلوقتي يا جماعه، ما حدش بيوصل في الدين ده لشيء الا اللي ربنا بيوصله بس. اي حاجه، اي منزله، منزله الانفاق، منزله الانابه، منزله التوبه، منزله الخشوع، القرآن، الدعوة، الجهاد، أي حاجة، ما حدش هيوصل اللي ربنا بيوصله. حد يقول دليل؟ حد يقول دليل؟ ها؟ وما تشاؤون إلا. لكن في دليل أقوى من كده، الحديث الذي رواه أهل العراق وقالوا هذا أشرف حديث رواه أهل العراق، اللي هو بيقول فيه إيه؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. إحنا هنقعد الساعتين المتبقيتين في كلام. أنتوا قاعدين ساعتين كمان؟ لا لا، هم ان شاء الله باذن الله 10 دقائق، ربع ساعه بالكتير. شوفوا يا اخواني، بما ان يعني الدكتور حازم يعني اصر ان انا اتكلم، فانا هتكلم في اللي انا مشغول بيه الايام دي، اللي هو ايه؟ اجمل ما قال الله في كتابه، اجمل شيء ربنا تكلم به في كتابه ايه؟ هو في القران الكريم جميل واجمل ولا كله زي بعضه؟ ها؟ في جميل وايه؟ واجمل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب فيما رواه البخاري وفي صحيحه: اتدري اي ايه في كتاب الله معك اعظم؟ قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال: لا يهنك العلم ابا المنذر. اللي احنا عايزين نقوله ان في خمس ست سبع مواضع كده في القران الكريم هذا اجمل ما قال الله. طب واعظمها واجلها واجملها واقواها؟ ها؟ ايه؟ ايه اجمل واجل واعظم شيء قاله الله في كتابه؟ ها؟ ها؟ شفتوا بقى؟ لا، ده الدليل ده بتاع ابن مسعود، احنا عايزين كلام بقى، كلام بقى وحي بقى من عند ربنا وكلام الله ورسوله. ده دي أرجى آية مش أعظم آية. ها؟ تخيلوا بقى، هي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بنص الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن أبي، قال رسول الله: لأعلمنك أعظم آية، أعظم سورة في كتاب الله، قبل أن نخرج من المسجد. فلما أراد رسول الله أن يخرج قلت: يا رسول الله، ألم تخبرني بأنك ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله قبل أن نخرج من المسجد؟ قال: نعم، الحمد لله
رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أعظم شيء في كتاب الله سورة الفاتحة. تاخد أدلة؟ خد أدلة. أعظم عمل في دين الله بعد التوحيد إيه؟ الصلاة. هل هناك صلاة من غير الفاتحة؟ هل تصح الصلاة من غير الفاتحة؟ لو قرأت 30 جزء في كتاب الله غير الفاتحة ولو في ركعة واحدة الصلاة كلها تضيع. روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي ناقصة نقصان يبطلها. فقال رجل لأبي هريرة: إن الإمام لا يقرأ. فقال له: اقرأها في نفسك، برضو اقرأها ولو في سرك، ما تجهرش بيها. قال: اقرأها في نفسك، فلقد سمعت رسول الله يقول أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدني. السؤال مش كان الكلام عن الصلاة دلوقتي؟ قسمت الصلاة بيني، طب قلبت ليه على الفتحة؟ قال لك: ما هي ما فيش صلاة ما فيش فتحة، ما فيش فتحة ما فيش صلاة، هي الصلاة هي الفتحة. ولذلك فسر بعض العلماء بقوله: انظر إلى أهميتها، قد أطلق الكل على البعض، مما يدل على أنها أهم جزء في الصلاة. واحد يقول لك إيه؟ اقرأ ولو بالفتحة. يا سلام، اقرأ ولو بالفتحة. لا، ده الفتحة دي ده انت لازم تقول له اقرأ معايا، وأي حاجة تقرأها مش نافعة إلا الفتحة. قول له اوعى تقرا الا بالفتحه وما يزيد عنها نافله. الصحابه كانوا بيقولوا كده: من صلى بها فقد اجزاته وما زاد فهو نافله. الكلام ده كله لازم اعاده صياغه، اعاده فهم لديننا مره تانية. ليه؟ انت بتعدي عليك اعظم ايات القران، اعظم سوره في كتاب الله يوميا، ومضطر تقولها 17 مرة إن كنت لم غير مسافر، تقرأ الفتحة 17 مرة في الصلاة ورايح جاي عليها، والإمام يقول أمين وأنت تقول أمين وتقراها وتسمعها، ده الموضوع كبير. طب ليه؟ قال لك الفتحة دي فيها أسرار عجيبة قوي. الفتحة من أولها كده أهو تقول لك: الحمد لله رب العالمين، ولا بسم الله الرحمن الرحيم. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كل اللي جاي، كل الكلام اللي هتسمعوه ده على مسؤولية الله، كل اللي فيه حق وكل كلامه صدق وكل وعد هيحصل وكل وعيد هيصيب أهل الضلال. ولذلك أول سورة بعد الفتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكلام ده كلام القرطبي مش كلامي. فبيقول لك عايزين تعرفوا اللي بيتكلم؟ رحمن الرحيم. وبعدين يقول: الحمد لله رب العالمين. في كلمتين معكوستين، المدح والحمد. المدح والإيه؟ ايه الفرق بينهم؟ المدح واحد يقول كلام جميل قوي عن اللي قدامه، بس عايز بيه ايه؟ عايز بيه فلوس، خايف منه، عايز منصب، عايز يتقرب له، ده اسمه ايه؟ مدح. طب ما هو الحمد بتقول كلام حلو عن اللي انت بتحمده، بس في فرق واحد، انك بتحب اللي بتحمده لنفسه مش لفلوسه. إيه هو نفسه يستحق الحب ويستحق التعظيم ويستحق الإجلال، فأنت بتقول الحمد، يعني كل الحب، كل التعظيم، كل الإخبات، كل الإنامة. وبعدين كلمة الحمد دي تقف عندها شوية. ما قالش احمدوني، أمال نعمل إيه؟ قال لك حمدتوني، ما حمدتونيش غيركم بيحمدني. هو الحمد ليا، تذكرته ما تذكرتوش، حمدته ما حمدتوش، وإن من شيء إلا
يسبح بحمدي. طب ايه كمان؟ قال لك الالف واللام بتقول لك ان كل الحمد مش شويه او شويه، لا. طب ايه كمان؟ قال لك الحمد لله رب العالمين. الصوره كان في اسئله وحد بيجاوب عنها. الحمد لله من رب العالمين؟ من رب العالمين؟ الرحمن الرحيم. من الرحمن الرحيم؟ مالك يوم الدين. عايزين طب حقه ايه؟ اياك نعبد. عايزين ايه منه؟ اياك نستعين. طب ايه المطلوب؟ اهدنا الصراط المستقيم الى اخر الصوره. ايه ده؟ كل ما تيجي تقرا الفاتحه المشوار ده تاخده رايح جاي. ليه؟ قال لك وان كنت بتقولها 17 مره فالنعم اللي عندك في اليوم اكتر من 17,000 مره، يبقى محتاج تحمد ربنا عليها قد ايه؟ ده انت لو تذكرت كل مره نعمه جديده يبقى عندك الاف النعم لسه ما حمدتش عليها، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لكن الحمد لله قال لك رب العالمين. مين رب العالمين؟ ها؟ لا ما هو لسه الفاتحه ما هي ترد على نفسها، بس انا بقول ايه؟ يعني ايه رب؟ يعني ايه رب؟ كل شيء خدته ظاهر وباطن، فوقك وتحتك، على جنبيك وامام عينيك، وتسمعه اذنيك وتمسه يداك وتمشي عليه رجلاك، كله اللي عمله لك رب العالمين. طب نضرب كده امثله، نبدا بالمفصل ولا بالمجمل؟ نبدا بايه؟ بالمفصل؟ لا خلينا في المجمل، خلينا في المجمل الاول. فرعون كانت مشكله الربوبيه بتشغله جدا. ليه؟ لانه شخصيه فاشله، شخصيه فاشله، واحد لا عمره اجرى ماء ولا عمره صرف هواء ولا عمره نزل مطر من السماء ولا عمره اجرى انهار ولا فجر بحار ولا حاجه خالص. امال انت بتعمل ايه يا فرعون؟ قال لك اصل انا اللي من ورا، انا اللي بتاع الايه؟ انا اللي ماشيهم كلهم. يعني انت مين؟ قال لهم انا ربكم الايه؟ الاعلى، انا بتاع التخطيط، انا اللي ماشي الربوبيه دي كلها. فلما جاله نبي الله موسى يقول له قال فمن ربكما يا موسى؟ قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العجيب كل واحد نازع الله في ربوبيته او عطلها او صرف الناس عنها كانت فضيحته بجلاجل. اه والله، يعني فرعون ده يروى ان طرق الشيطان عليه الباب، فهو قاعد كده على الاريكه قال من؟ قال له افتح يا ابله، تدعي انك اله ولا تدري من بالباب. شخصيات مشوهه، ودي جايه بعد شويه. رب العالمين، نبي الله ابراهيم بقى فصل القول، قال لهم فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سبح اسم ربك الاعلى. مين؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قال لك في حاجات تانية وهي التعليم، الدين، التربية الداخلية، الهداية. مين اللي بيعملها؟ برضو الرب. ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هدى النحلة كيف تبني بيتها، وهدى النملة كيف تحفر جحرها، وهدى العصفورة كيف تبني وكرها، وهدى الذئب كيف يبني عرينه، وهدى الظبي كيف يبني كناسه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الإيه؟ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. النمل، المخلوقات دي كلها عارفة ربنا وبتعبده،
لكن يجي بقى ناس في القرن العشرين زي ما اقول لكم كل واحد نازع الله في ربوبيته ربنا عمل له فضيحه بجلاجل. لينين قال ننسى ثلاثة، ننسى الدين وننسى الرب وان في الله، وقالها سلط على المسلمين الجوع لحد ما نسيهم الههم اللي خلقهم. ايه اللي حصل؟ سلط الله عليه الجنون. واحد من روسيا بيقول لي بقوا يكتفوه في العجله المتحركه بتاعته، بقول له عشان ما يهربش، قال لي لا، لانه كان بيتبرز وياكل برازه. امال انت داروين اللي انشا نظريه التطور والنشوء اللي بيقول اصل الانسان قرد، طب هو مش لسه في قرود لغايه دلوقتي ولا لا؟ ما تطوروش ليه بقى بني ادمين هم الاخرين؟ يعني هو في فصيله واحده اتطورت بقت بني ادمين والباقي قال لك والله ما انا متطور؟ كلام غريب جدا. وبعدين يقول لك ايه اصل هو البني ادم كان ذره وبعد الذره جزيء وبعد الجزيء بقى حته سمكه تحت في البحر وبعد حته السمكه دي بقى فرشه البحر اللي هي اللبخه وبعد اللبخه طلعت في البحر فالشمس محشتها راحت بقت سلحفه والسلحفه دي كبرت 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 وراحت تطورت بقت الكره الارضيه وكره ارضيه وبعدين طلع منها وقعد يتطور لحد ما بقى حيوان والحيوان ده بقى قرد والقرد ده بقى لحد ما بقى ابي مان اللي هو قبل القرد بشويه قبل البني ادم بشويه وبعدين بقى بني ادم. اسألوا سؤال واحد بس، قل له هل في اي دليل على اللي انت قلته؟ بمعنى هل انت شفت الكلام ده؟ هل انت شفته؟ هل حد كتبه؟ هل حد صوره؟ حد سجله؟ حد سبقك بيه؟ يقول لك لا. قل له طب ما ربنا قال لي بقى ان انا اسألك السؤال ده ليه؟ ربنا قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين ايه عضدا. داروين ده نفسه كانت نهايته على ازاي؟ نهايته على ايد حشره صغيره نزلت له من سقف احد البيوت التعبانه وراحت ايه مص حته من دمه شويه من دمه وراحت متبرزه عليه فاصيب بالجنون. اصيب بالجنون ما كانش بيقدر يبص للورده يا دكتور حازم، يخرج عشان يبص للطبيعه ويسجل زي ما كان بيعمل يحس ان الورده سبعه هياكله يروح جاري. حشره من احقر مخلوقات الله، جندي من جنود الله، راحت جننته. الكلام ده راجعوا ناشيونال جيوغرافيك وافلام البي بي سي اللي داروين نفسه من بلادها، اكتبوا كده نهايه داروين في الناشيونال جيوغرافيك وشوفوا عاملين فيلمين تسجيليين عنه وشوفوا قايلين ايه عليه، هتنبهروا. الراجل اكتشافاته العظيمه اللي غيرت وجه التاريخ عملها وهو عنده 28 سنه، قعد بعدها 40 سنه طارح الفراش بيتقيأ دم ومش قادر يمشي على رجله وبيتهيأ له وخزعبلات وجنان وحابسينه في بيته ومش قادر ومش عارف يتكلم، كل ما اجي يتكلم يهزي ويقول كلام غلط. الظاهر المنظومه كلها واحده ولا يخرب عقلهم؟ ها كل ما يجي يتكلم يتكلم كلام غلط، لازم بيدوله ايه حاجه، لازم يسجل اللقاء الاول عشان لما يجي يطلع يقولوا يمنتجوا كلام. ناس تعبانه دماغها مش مظبوطه. وظهر الحشره ما مسكتش ده بس وتبرزت عليه، الظهر تبرزت على الناس كمان كانوا عندنا. مساله لا، واحنا عندنا حشرات في الصعيد ايه حاجات جامده اخواني. المساله هو في حد يقدر قدام ربنا؟ واحد بيتحدى ربنا هو مجنون؟ انت تقف قدام ربنا ازاي؟ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. ستالين قتل 20 مليون مسلم، كل حاجه ليها ثمن، وكان بيجوعهم عشان ينسيهم دينهم. قام ربنا قتله ازاي؟ قتله في اكله، هو بيجوعهم هو بياكل، ربنا سلط عليه ناس حطوا له السم في الاكل. اللي قتلوه بيقول لك قبل ما يموت بقى بيقولوا ايه؟ نحن قتلنا ستالين وهو الان كالكلاب الضاله تقتل بالسم ويطلب الموت ولا يجده. مات بالعشرين مليون اللي قتلهم رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، رحمة ربنا ظاهرة في كل حاجة، في الطعام الشراب، ظاهرة في الجسم. ايه رأيك في جسمك انت؟ ايه رأيك لو كانت عينيك مطرح ودانك ودانك مطرح عينيك بقى شكلك عامل ازاي؟ لو عدنا التشكيل تاني وقلنا ان شعر راسك في وشك، ايه رأيك؟ وشك يطلع له شعر ودماغك صلعة قرع بتلمع، يبقى شكلك عامل ازاي؟ ايه رأيك لو كان اللي بيطول شعر حواجبك ورموشك مش شعر راسك، الشعر بس؟ ايه رأيك لو مفيش سوائل بين مفاصلك تبقى بتتحرك ازاي ماشي؟ ايه رأيك لو ان دقات قلبك بتسمع في جسمك؟ ايه رأيك لو الاذن الوسطى نزع منها، الاذن الداخلية نزع منها الحائل ما بينها وما بين الجسم اللي بتسمع صوته؟ ربنا بيخليكش تسمع صوت جوه جسمك، بيخليك تسمع اللي بره. عارف انت لحضرتك لو بتسمع صوت جسمك من جوه كنت سمعت عروقك بيجري فيها الدم كأنها شلالات نياجرا، وكنت سمعت دقات قلبك كأنها قطر سكة حديد ماشي جنبك. رحمة ولا مش رحمة؟ مش كده؟ لذلك ربنا يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شمعنا مالك يوم الدين؟ الدكتور حازم بقى أستاذنا في الوعظ والدار الآخرة، شمعنا مالك يوم الدين؟ طب ربنا مالك كل حاجة. قال لك أصل في الدنيا في ناس بتغتر وبتفكر إن الملك بتاعها هينفعها، فربنا جاب لهم من الآخر. قال لك طب ويوم الدين هتعمل إيه؟ ويوم الدين هتعمل إيه؟ لذلك مالك يوم الدين هو مين اللي في إيده الحساب؟ مين اللي في إيده العقاب؟ مين اللي في إيده الثواب؟ مين اللي في إيده تطاير الكتاب؟ هضرب لكم مثل عشان ننهي القعدة بتاعتنا دي. روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرض القيامة عفراء غبراء ليس عليها علم لأحد. أرض القيامة لا فيها جبال ولا فيها أشجار، يعني ما فيهاش ظل، ولا فيها بيوت تقدر تدخل تحت كده تتظلل، ولا فيها شركة للموظفين، ولا ملك لملك، ولا سلطان للسلطان، ولا محكمة للقاضي، ولا حكم، ولا أي حاجة. يقول لك عفراء غبراء يعني شكلها محمر. قال لك من شدة حرارة الشمس اتحمصت. يبقى درجة الحرارة اللي حضرتك واقف عليها ازاي؟ مولعة. قال لك وانت حافي تحشرون الى ربكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون الى ربكم حفاتا. ما مش حافي دي معناها شكلك وحش بس، ده انت حضرتك شكلك وحش ومتبهدل، ارض تحتيك شمس سطع عليها مولعة، ده انت لو سخنوا لك صفيح وقال لك امشي ازاي؟ تخيل الشمس بقى محمراها من كتر حرارتها، وبعدين يقول لك ايه امشي بقى عريان وايه وحافي. وفي حاجة اثرت فينا شخصيا والله، صحيح سبحان الله العظيم، الناس وفيما يشقون مذاهبه. في رواية تانية عند مسلم قال النبي عليه السلام مشاتا، يعني قال ايه؟ حفاتا عراتا مشاتا. يعني ايه مشاتا؟ الكلام ده اللي لسه عارفه اول امبارح، قلت الخبر يعني انا يعني همشي من غير عربيتي؟ ده انا بروح اجيب العيش ولا اجيب اللبن اركب العربيه واروح من كتر الرفاهيه اللي الواحد فيها. اما لما الواحد يقف 50,000 سنة ويجري على الانبياء نبي عشان يروحوا يشفعوا له، ويجري خايف من الزلزله، وخايف من تطاير الصحف، وخايف، وكل ده ماشي ومفيش لا اكل ولا شرب ومفيش اساسا، طب تدور على اي حاجه في اليوم ده مين اللي بيملكها؟ حتى الشفاعه بتدور على حد يخرجك من الموقف اللي انت فيه؟ لا يملكون الشفاعه الا ايه. فانت حضرتك مالك يوم الدين؟ ده حاجه. اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم عشان ما اطولش على حضرتك اكتر من كده. جزاكم الله خيرا وكل عام انتم بخير.
أظلتكم أيام طيبة مباركة رمضان، أوصيكم بحسن الصيام والقيام، حسن ألا تخسر صيامك، لا تحمل مخلة طاعتك، ما تشيلش الشنطة بتاعت الطاعة مليانة بس فيها خروم بتنزل اللي فيه معايا. فصيام عبيت بس فيه خروم، اللي هي قول الزور وشهادة الزور، نظر الحرام وقول الحرام، لا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما تبصش للبنات، مالكش دعوة بالكلام الفارغ، ما تتفرجش على أفلام ولا مسلسلات ولا مسرحيات في الأيام دي. وطبعا انتوا حضراتكم شايفين الأفلام الجديدة والإعلانات الجديدة حاجات إيه، يمكن انتوا عندكم هنا هادية في المنصورة كان احنا عندنا في القاهرة. يعني قيام وصيام ونعمة عظيمة، أسأل الله تقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخواني إن شاء الله بإذن الله إعلان للأخوات بس، للنساء فقط. يوم الخميس الجاي إن شاء الله بإذن الله، النهارده الجمعة، يوم الخميس الجاي في يوم تربوي نسائي إن شاء الله بإذن الله، إعلان للنساء فقط. يوم الخميس القادم يوم تربوي للنساء فقط، يوم تربوي للمرأة، هيبقى فيه إن شاء الله بإذن الدكتورة سمية، دكتورة سمية إن شاء الله، ودكتور غريب رمضان، وبإذن الله هبقى موجود معاهم إن شاء الله، والشيخ أحمد جلال بإذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى اليوم التربوي ده من العصر للعشاء، من العصر للعشاء يوم الخميس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، من العصر للعشاء في الجماعة الشرعية. فيعني الأخوات إن شاء الله بإذن الله بقى يحرصوا على هذا الأمر، وربنا يحفظكم يا إخواني بإذن الله. الحصالات تتسلم، باشمهندس أحمد سلطان هنا، وفي أخت تحت معاك شوفات الحصالات بإذن الله سبحانه وتعالى، والمصاحف الإخوة اللي جابوها هتتوزع من خلال الورش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.